الله الرحمن الرحيم. موضوع الهيموديلايسيس انتي كواجيليشن طبعا يعني يمكن مفيش حد فينا اشتغل نفرولوجي الا قبله قصه الانتي كواجيليشن، وقد ايه احنا بنقعد نفكر هل ممكن هو الهيبرين بس اللي استخدمه ولا ممكن استخدم حاجات تانية، لو استخدمها امتى، وقد ايه برضو احنا بيبقى عندنا difficult situations، عيان عنده bleeding tendency مش عايز استخدم له انتي كواجيلانس، عايز استخدم له حاجة تانية، او عيان acute kidney injury، عيان هيبقى على intermittent hemodialysis، عيان هيعمل CRRT continuous renal replacement therapy. الاحتمالات دي كلها ممكن نستخدم معاها ايه اذا methods of anticoagulation. بداية قبل ما اتكلم على التوك اوت لاين بتاعي، هو العيان بتاع الغسيل او عيان السكي دي ان جنرال عرضة اكتر للبليدنج تندنسي ولا thrombosis؟ الحقيقة هو عرضة للاتنين. البليدنج اسبابه باختصار uremic associated platelet dysfunction, endothelial abnormalities and anticoagulants اللي بنستخدمها على الغسيل. برضو العيان ده عرضة للثرومبوزز، ويمكن دلوقتي الثرومبوزز اكتر من البليدنج، يعني most of the common causes او من الكوز المهمة for death on hemodialysis كلها حاجات related للثرومبوتيك events. ليه العيان عرضة للثرومبوز؟ نتيجة systemic inflammations, diffuse endothelial damage, protein CS and antithrombin 3 levels and activity بتقل، استخدام الهيمودياليسيس فلترز اونلاين على الغسيل، حصل تربلنس اوف بلاد فلو اثناء الهيموداليسيس، ليكوسايتوز اند بليتليت كو اجريجيشن، هاي هيموتوكريت وذ هيمو كونسنتريشن اون دياليسيس، اند لو عيان بيستخدم ريبيتيتيف بلاد ترانسفيور. يبقى ان جنرال هو عرضه للاثنين. عشان كده لما اجي استخدم انتي كواجلانس اخد بالي، لان انا ممكن القصه انا بعد انتي كواجلانس عشان احمي نفسي من الثرومبوزز، بس ممكن اخش في مشكله اكبر اللي هي البليدنج، لان هو اصلا عرضه للبليدنج. برضه قبل ما اقول التوك اوت لاين ده، النورمال اكتف كلوتينج كاسكيد اللي بيحصل في جسمنا، يعني نورمالي انا عندي انترنسيك باث واي واكسترنسيك باث واي، انا مش هقرا الكلام ده، بس هي كل الفكره ان في الاخر خالص بيحصل كلوتينج نتيجه لو حصل ستيميليشن في واحد من الاثنين باث وايز او الاثنين مع بعض، يؤدي الى اكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتورز بالكاسكيد ده، حاجه تعمل اكتيفيشن لحاجه الى اخره لغايه ما تكون خالص الثرومبوس. نيجي بقى للعيان بتاعنا، ايه اللي هيعمل اكتيفيشن للكلوتينج سيستم ده في العيان على الماشين؟ الكونتاكت بين ذا بلاد اند فلتر اند بلاد اند لاين هيعمل اكتيفيشن فور بوث اكسترنسنج اند اكسترنسنج باث واي، لان الفلتر واللاين از نوت سموث سيرفيس. هتقولي لي هو ناعم، هو سموث سيرفيس نقصد بيه حاجه فيري سموث، ده الاندوثيليوم كده اللي هو الدم ما يعدي عليها ما يحسش بيها، تمام؟ دي ممكن تلاقيها في سيليكونايزد كونتينر لو كونتينر فيه سيليكون او حاجه، انما الفلتر العادي واللاين العادي ويل اكتيفيت اكسترنسك اند انترنسك باث واي اند ليدنج تو كلوتينج اوف ذا اكسترا كوربوريال سيستم، اقصد بيه الفلتر واللاين. التوك اوت لاين، كل احتمالات الانتي كواجلانس اللي تستخدم هي دي، ابتداء بحاجات هيبر ريليتد سيتريت ريليتد اند اذرز، وفي الاخر خالص كلمه سريعه او جدول سريع اجمع فيه الانتي كواجلانس سيليكشن اللي انا كاتبه ليه، الحاجات اللي بتستخدم والتي لا تستخدم والحاجات اللي هي لسه بتستخدم از ريسيرش. بس نبتدي بالهيبرين ريليتد انتي كواجلانس. هنبتدي بالموست كومنلي يوزد ويتس از انفراكشنيتد هيبرين. الانفراكشنيتد هيبرين هيقفل الكاسكيد ده، بيقفله في انهي حته؟ حاجتين، ات از انتي ثرومبين اكتيفيتي اند انتي فاكتور 10 اكتيفيتد فاكتور 10. يبقى هو بيقفل الاثنين دول ازاي؟ عن طريق ان الانفراكشنيتد هيبرين بنتي بيمسك في الانتي ثرومبين، والانفراكشنيتد هيبرين انتي ثرومبين كومبلكس بيمسك في الاكتيفيتد فاكتور 10 يعمل له ان اكتيفيشن، وفي نفس الوقت بيمسك في الاكتيفيتد فاكتور 2 اللي هو الثرومبين يعمل له ان اكتيفيشن. وهو كده ليه انتي فاكتور 10 اند انتي ثرومبين اكتيفيتي. ممكن هديه ازاي؟ قبل ما اقول هديه ازاي، لازم كلنا نبقى عارفين ان there is no ideal protocol for heparin use. Different centers use different protocols. المقياس عندي في كل سنتر العيان بتاعي، هل البروتوكول اللي انا ماسكه عامل بليدنج او بيعمل ثرومبوزز، يبقى البروتوكول ده مش مظبوط، لازم يزيد او يقل. ولكن الموست كومنلي ميثودز بديفرنت بروتوكولز، بس هما ثلاثه ميثودز، يا اما بدي روتين هيبرين في الاول زي ميثود اي ام بي، يا اما اعمل تايت هيبرين. الفرق بين روتين هيبرين وتايت هيبرين كلهم بدي بولس دوز في الاول قبل الجلسه، بس الفرق ان في روتين هيبرين البولس دوز اعلى شويه، التايت هيبرين بتبقى قليله. وهنقول بيستخدم امتى. بعد كده بكمل الجلسه ازاي، ميثود ايه وميثود بي، بجمل كونستانت انفيوجن، بدي انفيوجن، وبرده الدوز بتاعت الانفيوجن هتختلف، في ميثود ايه هتبقى اعلى شويه،
ميثود بي بكمل ببولسز برضو، ادي بولس ورا بولس ورا بولس، او اكتفي بالبولس الاولانيه اللي اديتها. يبقى الفكره بتاعت الهبرن ادمنستريشن هيبقى واحده من الثلاثه دول. فكل واحده فيهم بقى كل سنتر بيستخدم بروتوكول مختلف. يعني لو جينا في الميثود ايه، لو هستخدمها في انترميتنت هيموداياليسيس، في سنترز بتبتدي بانيشال بولس 2000 انترناشونال يونت وتكمل بانفيوجن دوز 1200 انترناشونال يونت في الساعه. European Renal Best Practice Guideline recommending ان انت تدي بولس انيشيالي 50 انترناشونال يونت بير كيلو جرام وتكمل ب 800 ل 1500 انترناشونال يونت في الساعه. لو هتستخدمه فور سي ار ار تي ريكومندد ان انت تبتدي ب 30 انترناشونال يونت بير كيلو جرام وتكمل از انفيوجن 5 ل 10 انترناشونال يونت بير كيلو جرام بير اور، بس ان التارجت بتاعك الاي بي تي تي يبقى حوالي من 1.5 لضعفين النورمال فاليو. فبالتالي ديفرنت، والسي ار ار تي ممكن تلاقي ميثودز ثانيه غير دي كمان يعني، بس دي الموستلي يوزد. المفروض طبعا ان اي حد بيستخدم هيبرين على الغسيل او على غيره ان انا اعمل هيبرين مونيتورنج. في ميثودز كتير جدا فور هيبرين مونيتورنج الحقيقه الافيلبل بالنسبه لنا واللي احنا بنستخدمه اللي هو البي تي تي. المفروض ان التارجت بتاعك يبقى اثناء الدياليسز يبقى من 2 ل 2.5، والعيان خارج من الغسيل يبقى التارجت بتاعك 1.5 ل 2. عشان كده دلوقتي وانا بقول امتى اوقف الهبرين على الجلسه، هقول لك وقفها ساعه قبل الجلسه يعني عند الساعه الاخرانيه ما تديش. ليه؟ عشان تحاول ان انت العيان يبقى خارج البي تي تي بتاعه حوالي من 1.5 ل 2 الطبيعي، وهو زي ما قلنا وانت ستوب. احسن حاجه ان انا اوقف الهبرين انفيوجن في الطريقه دي ساعه قبل نهايه الغسيل. ولكن الحقيقه ما اعتقدش ان في حد بيتابع الكلوتينج تايم عند عيان بيغسل، ما يعني الكلام ده مكتوب في الكتب في التكست في الليكتشر، بس في البراكتس انا ما شفتش حد، مش عندنا بس، في اول اوفر ذا وورلد. حتى لو انا خايف ان العيان يكون عنده بليدنج ريسك ما بنستخدمش هيبرين وبتابع البي تي تي، بنشوف طريقه تانية ابعد عن الهيبرين خالص. واكتر ميثود تستخدم للعيان اللي عنده هاي ريسك اوف بليدنج هو الهيبرين فري دايلسيس، وده اللي هتكلم عليه كمان شويه. طب الطريقه التانية اللي هي بستخدم كلها بولسز ما فيهاش انفيوجن، في بعض السنترز بيبتدي ب 4000 انترناشونال يونت وبعد كده بيدي 1000 ل 2000 والنيدد على حسب لو حس اللاين هيتجلط ولا لا. الميثود الثانيه دي ماي سنتر اكسبيرينس، ببتدي ب 2000 انترناشونال يونت، احنا بنبتدي ب 2000 انترناشونال يونت وبندي 1000 عند بدايه كل ساعه. بعض السنترز بتدي 2000 في الاول انترناشونال يونت وبعد كده ما تديش خالص دوس. طيب الميثود الثالثه بقى اللي هي التايت هيبرين، امتى استخدم تايت هيبرين؟ يعني استخدم مينيمم دوز هيبرين، في بعض الكتب بيسموها مينيمم دوز هيبرين. This method is recommended for patients who are at slight risk for bleeding. خاصة لو أنا ابتديت لهم هيبرين فري دايلسيس ميثود، وبرغم الهيبرين فري دايلسيس كان بيبقى فيه فريكونت كلوتنج، يعني ما كانش نافع معاه الهيبرين فري دايلسيس ومحتاج إن أنا أستخدم شوية هيبرين، فممكن إن أنا أستخدم التايت مينيمم هيبرين دوز. برضه ليها تارجتس البي تي والبي تي تي، ان انا البي تي بتاعي يبقى البي تي تي يبقى اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم يبقى من 1.5 ل 2 طول الجلسه. ليه؟ لان انا هفضل ممشي هنا الهيبرين انفيوجن لغايه اخر الجلسه، مش هوقفه ساعه قبل الايه؟ قبل نهايه الجلسه. نعملها ازاي؟ بتبتدي دي يفضل طبعا انك تعمل بيز لاين كلوتنج تايم، لان العيان عنده هاي ريسك، عنده ريسك اوف بليدنج تندنسي although it is slight risk. وبتين بيز لاين كلوتنج تايم، تدي انيشال بولس 750 انترناشونال يونت، ريتشيك كلوتنج تايم افتر 3 مينتس، كل ده قبل الجلسه. لو ما وصلتش للكلوتنج تايم الديزايرد بتاعك اللي هو من 1.5 ل 2 ضعف الطبيعي، تدي له بولس دوز ثانيه. لو وصلت للديزايرد كلوتنج او بعد ما اديته البولس دوز الثانيه، ابتدي الدياليسيز بريت 600 انترناشونال يونت في الساعه. وعيد المونيتور كلوتنج تايم بتاعك كل 30 دقيقه، وظبط زود او قلل الدوز بتاعتك على اساس انك تفضل within بي تي تي تايم from 1.5 to 2 times normal. طيب وانت ستوب انفيوجن هنا في الستيج دي او في الميثود دي هكمل اخر الجلسه، لان انا كده التارجت بتاعي من 1.5 ل 2 طول الجلسه، وانا كده التارجت بتاعي ما اوقف من 1.5 ل 2، فهنا ممكن سيف ان انا اكمل الهيبرين لغايه الاخر. طب افرض انا استخدمت الهيبرين واتفر بقى الميثود ان انا استخدمها من الثلاثه، وبرغم كده العيان ما زال الفلتر بتاعه بيتجلط واللاين بتاعه بيتجلط مع ان انا مستخدم الفول دوزز واتفر الطريقه اللي انت استخدمتها. نقطة مهمة جدا، don't always blame heparin. المشكلة مش على طول في الهيبرين. انا لازم اتشيك الهيبرين دوز بتاعتي، بس خد بالك في حاجات تانية ممكن تخلي الفلتر بتاعي واللاين بتاعي يتجلط. يعني انت مش عامل برايمنج كويس، في هواء في اللاين وفي الفلتر، العيان بيتني دراعه فاللاين اتنى الى اخره.
او في مشكله في الفاسكولار اكسس نفسه، البلاد فلو بتاعه قليل، بيحصل ريسيركيليشن كتير محتاج تعمل اسسمنت، او المكنه بتدي الارمات كتير، الارمز كتير، وانت بتضطر ان انت توقف الجلسه كل شويه. واخيرا الهيبرين فيه مشكله، ما بيوصلش كويس البلاد بامب لو انت بتستخدم هيبرين بامب، اسف، بايظه لو انت مش حاسب الدوز صح الى اخره. بس لو العيان طبعا بيتجلط دمه كتير خلاص، يبقى انا لازم ادور على سبب تاني واعمل بروتوكول فور ايفالويشن فور ثرومبوتيك ايفنتس في اي عيان، ودي بقى قصه تانية مش موضوعي دلوقتي. طب ايه الكومبليكيشنز ممكن تحصل من الهيبرين؟ نمره واحد بليدنج. البليدنج في العيانين بتوعنا يعني الانسيدنس بيختلف من ستادي لستادي، ولكن الرينج بتاعي والافريج بيبقى البليدنج من 10-50%. المورتاليتي نتيجه البليدنج بتبقى حوالي 15%. والريسك بليدنج هنا في كل الستاتس مش على الهيبرين دوز، على البارشال ثرومبوبلاستين تايب. عشان كده بنقول دايما ان الهيبرين دوز مي بي انديفيديوالايزد، مش كل عيانين ممكن يحتاجوا نفس الجرعه. في نقطه مهمه جدا كومن جدا، ان انا بعد العيان بتاعي ما يخلص دياليسيس ممكن يحصل بوست ثيرابي نيدل بانكتشر سايد بليدنج، يعني بينزف مكان ما شلت السن. برضه دونت اولويز بليم هيبرين، مش السبب الوحيد ان يخلي العيان ينزف بعد ما اشيل السن هو الهيبرين، ودي مهمه جدا. نمره واحد طبعا هعمل ري ايفالويشن اوف هيبرين دوز، بس خد بالك وان اوف ذا موست امبورتنت كوزز فور بوست ثيرابي نيدل بانكتشر سايد بليدنج از اوت فلو ستينوزز اوف ذا فاسكولار اكسس، او التمريض بقى او وات ايفر مين اللي بيتعامل مع النيدلينج، الانسرشن تكنيك والريموفال تكنيك بتاعه مش صح. اي هاف تو فولو الستبس بتاعت انسرشن اند ريموفال اوف ذا نيدلينج. تاني حاجه ممكن تحصل هي هيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا. الهيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا موضوع كبير جدا، وانا حاطط ليه محاضره كامله لوحده على نيفروتيوب، ولكن هو باختصار شديد جدا طبعا هو اكبر من انا اتكلم فيه دلوقتي. هيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا بيبقى فيه هيبرين اكسبوجر بلس ثرومبوسايتوبينيا بلس ماينر ثرومبوزز، بيبقى نتيجه اي جي انتيبادز اجينست بليتليت فاكتور 4 هيبرين كومبلكس. الحل ان انا بوقف الهيبرين سواء انفراكشنيتد او اللو موليكولار ويت اللي انا لسه هتكلم عليه، وابتدي نون هيبرين انتيكواجلانتس. طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير جدا، يعني انصحكم ان انا حاطط محاضره برده ان شاء الله كويسه عن الهيبرين ديو ثرومبوسايتوبينيا موجوده على نيفروتيوب سي ان اي دوت كوم، هحط اللينك بتاع السايت في الاخر. اذر هيبرين اسوشيتد كومبليكيشنز ليبيد ديستربنس هايبركاليميا، في بعض الناس بتشتكي من برايتس ريتد هيبرين، انافيلكتويد رياكشن فيرس يوز سندروم، وده برضو هتكلم عليه بالتفصيل في محاضره الهيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا او الفيرست يوز سندروم، اوستيبروزز اون لونج تيرم يوز اوف هيبرين، اند سام ريبورتد كيسز وذ الوبيشيا ريليتد تو هيبرين. ده اول نوع من انواع الهيبرين ريليتد انتي كواجيليشن. تاني حاجه اللي هو اللو موليكولار ويت هيبرين، استخدمه ولا استخدموش ولا استخدمه ازاي؟ طبعا اللو موليكولار ويت هيبرين ده جاي اصلا من الانفراكشنيتد هيبرين بديجراديشن، كسروا الهيبرين انفراكشنيتد هيبرين ل شورتر تشينز، اداني اللو موليكولار ويت هيبرين. الموليكولار ويت بتاعه حوالي من 4000 ل 6000 او 8000 حاجه كده. يشتغل فين؟ هيشتغل في نفس الحتت اللي هيشتغل عليها الانفراكشنيتد هيبرين، ولكن الافكت بتاع الثرومبين ضعيف شويه. ليه؟ لان هو السيجمنت بتاعه اقصر من الانفراكشنيتد هيبرين. هو بيمسك برضه في الانتي ثرومبين 3 هيؤدي الى ان اكتيفيشن اوف فاكتور 10 عادي جدا، ولكن السيجمنت بتاعه نوت لونج انف نعمل كومبليت انهبيشن فور ثرومبين، عشان كده هو ليه مينيمال انتي فاكتور ثرومبين اكتيفيتي. مقارنه اللو موليكولار ويت هيبرين بالانفراكشنيتد هيبرين، هاز اللو موليكولار ويت هيبرين هاز لونجر هاف لايف، مور رابيد اونست اوف اكشن، هاير بايو افيلابيلتي، وبالتالي بيبقى مور بريدكتبل افكتس والكنترول بتاعه اسهل، less non-specific binding to endothelium plasma protein and platelets, less platelet and leukocyte activation، ملوش انتيدوت الانفراكشنيتد هيبرين ليه انتيدوت اللي هو البروتامين، وده هحتاجه قدام في مثل من methods of anticoagulation، less risk regarding بقى المقارنه في السايد افكتس، اللو موليكولار ويت هيبرين has less risk of heparin induced osteoporosis، less bleeding and less thrombocytopenia although thrombocytopenia بتحصل مع اللو موليكولار ويت هيبرين، وات از نوت سيف لو العيان جاله هيت على الانفراكشنيتد هيبرين ان انا استبدله بلو موليكولار ويت هيبرين، less hyperkalemia، less disturbance of lipid profile، وبيحصل معاه زي الانفراكشنيتد هيبرين انافريكتويد فيرس سندروم، انافريكتويد فيرس دوس سندروم. طب مش يعني المقارنات دي كلها جميله كل حاجه، بس اهم نقطتين عايز اقارن بيهم لو انا هستخدم اللو موليكولار ويت على الدياليسيز، اقارنه بالانفراكشنيتد هيبرين ريجاردنج اهم حاجتين بالنسبه لنا ان هو بليدنج اند ثرومبوزس. قارنه في ستاديز كتير، دي ميتا اناليسيس جمعت اغلب الستاديز اللي اتعمل مقارنه باللو موليكولار ويت والانفراكشنيتد هيبرين ريجاردنج الفرق بينهم في البليدنج تندنسي، لقوا ان مفيش فرق بين الاثنين ريجاردنج البليدنج تندنسي.
وريجاردنج ثرومبوزز اوف الاكسترا كوربوريال سيركت مفيش فرق بين الاثنين، وده اللي خلى الاوروبيان ريست اوروبيان رينا بيست براكتس جايد لاينز ذا فيرست ريكومندد انتي كواجولانس في اوروبا هو اللو موليكولار ويت هيبرين او تو بي بريفيرد اوفر انفراكشنيتد هيبرين. ولكن بالنسبه لنا احنا اللو موليكولار ويت هيبرين يعتبر اكسبنسيف، وبما ان هو مش سوبيريور للانفراكشنيتد هيبرين زيه، سوبيريور في بعض السايد افكتس، اقدر ان انا اتحكم فيه اسهل وكده، ولكن regarding bleeding and thrombosis the most important two complications مفيش فرق. Unfractionated heparin is widely used. Guidelines الوحيدة recommending low molecular weight heparin هي European renal practice renal best practice guidelines. طيب لو انا هستخدم low molecular weight heparin في ال intermittent hemodialysis الدوزز ده جدول الدوزز، اهم حاجة طبعا الدوزز هنا كل حاجة استخدمها ازاي، وبستخدمها as initial bolus، استخدمها احطها في الـ في الـ في الـ في اللاين ولا اديها سبكتينيس للعيان ولا اديها اي في، ممكن اي حاجه من الثلاثه. بس هي في فكره بصفه عامه المفروض البولس دوز الاولانيه خالص واتيفر بقى هيبرين ولا انفراكشنيتد او لوموليكولار ويت، هي الفكره كلها ان انا عايز اعمل انتي كواجليشن لدم العيان. كل الناس واحنا عندنا برضو في السنتر بتاعنا بنستخدم او ندي الهيبرين في اللاين على طول، بس بعض الريفرنسز ريكومندنج للبولس دوز الاولانيه يفضل تديها دايركت للعيان وتسيبه من 3 ل 5 دقائق، عشان كده انت هتعمل انتي كواجيليشن لدم العيان نفسه وبعد كده البولسز والانفيوجن اديهم في اللاين. في بعض الناس بتخاف من الريسك اوف بليدنج الى اخره ماشي، بس مفيش ايفيدنس او بروتوكول يقول لك ادي هنا او هنا او هنا، سيلف سنتر بروتوكولز. طبعا لو العيان عنده ريسك اوف هيموريدج هستخدم دوزز اقل من المكتوبه في الجدول ده. النقطه الثانيه الهاف لايف بتاع اللوم ديكلر ويت عالي جدا، فالسنجل دوز كفايه جدا، بس لو دارس السيشن بتاعتك هتطول يفضل انك تقسم الدوز، ايفن ان انت ممكن تحتاج مالتيبل دوزز. طب لو هستخدم اللوم ديكلر ويت هيبرين للسي ار ار تي، في دوزز الدالتيبارين رينوكسابارين والنادروبارين اتجربوا بس الاكسبيرينس بتاعتهم ليميتد، ولكن ان جنرال اللوم ديكلر ويت هيبرين از نوت وايدلي يوزد ان سي ار ار تي لسببين، عنده prolonged half life وده ممكن يعمل risk of bleeding، وكده كده هو مالوش benefit ان انا اقلل bleeding او ازود ال survivor بتاع الفلتر ان انا اقلل extra corporeal system، وال experience بتاعتنا فيه قليله، فبالتالي not widely used as a method for anticoagulation in CRRT. اعمل monitoring ازاي للهيبرين؟ طبعا ال monitoring of heparin low molecular weight heparin is by antifactor 10 which also not widely available in labs، وبالتالي الفولو اب بتاع اللو موليكولار ويت هيبرين هيبقى صعب. تالت حاجه في الهيبرين ريليتد، احنا اتكلمنا على الانفراكشنيتد واللو موليكولار ويت هيبرين، ممكن استخدم هيبرين فري دايلس. انت استخدم هيبرين فري دايلسز انديكيشنز اي عيان ات ريسك فور بليدنج، فور اكزامبل بريكارديتس، ريسنت سيرجري، كواجيلوباثي، ثرومبوسايتوبينيا، انترا سيربرال هيموريج، اكتيف بليدنج، واحد عنده عيان عنده هيبرين الرجي زي مثلا في حالات الهيت سندروم او بيجي له الفيرست يوز سندروم الرجي انافيلكتويد شوك، او في بعض السنترز خلاص مثبته هيبرين فري دايلسيس ده لاي عيان اكيوتلي ايل بيشنت وات ايفر هو ات ريسك اور نوت ات ريسك فور بليدنج. ايفن في بعض السنترز دلوقتي بتستخدمه هو البروتوكول الاساسي بتاعها فور دايلسيس حتى في العيان اللي ما عندوش ريسك فور بليدنج. طب اعمله ازاي؟ نمره واحد هعمل برايمنج او رينز للمكنه بتاعتي بسلاين في هيبرين، بيبقى حوالي من 2000 ل 500 يونت اوف هيبرين لكل لتر سلاين. برضو لوكال سنترز بروتوكول، في ناس بتستخدم 2000، في ناس بتستخدم 3، في ناس بتستخدم 4، في ناس بتستخدم 5. بعد ما عملت خلاص هيبرانيزيشن للفلتر واللاين كويس، السلاين وذ هيبرين اللي في اللاين بتاعي ما وصلوش للعيان، هعمل له دريننج، هطلعه بره اللاين عن طريق ان انا هعمل باسنج وراه لان هيبرانيز السلاين خلاص عشان اغسل الفلتر بسلاين فري اوف هيبر. بعد كده اوصل العيان بتاعي وخلي بلاد فلو بتاعك 250 ل 500 مللي، وكل ما تعلى بلاد فلو كيرف يبقى احسن. وبعد كده كل ربع ساعه نص ساعه همرر العيان من 50 ل 250 مللي سلاين على حسب هو اللاين بتاعه ممكن يتجلط ولا لا، بستخدم كميات اكبر كل ما فرصه التجلط اعلى، وبخلي الانترفال اوف فلاشنج اكتر كل ما فرصه التجلط تبقى اعلى. فيرست ساين ان انا وانا ببص على العيان كده احس ان اللاين بتاعه هيتجلط ولا لا، لو حسيت البلاد لاين بتاعي والفلتر بتاعي ابتدى يخمق، ده معناه ان هو هيبتدي يتجلط. لو انا لسه ما جاتش ميعاد البريودك سلاين رينز اللي جاي ممكن اعمل له فلاشنج دلوقتي. طبعا الستيب الاولانيه اللي انا بدي فيها هيبرين دي يفضل هي اوبشنال،
ممكن ما استخدمهاش خاصة لو انا عنده هيت. وطبعا فكرة السلاين رينز ان انا اشوف بغسل الفلتر وبغسل اللاين بتاعي بنورمال سلاين عشان اشوف لو الفلتر بتاعي ابتدى يتجلط او اللاين بتاعي ابتدى يتجلط المفروض ان انا اغيره. طب لو هستخدم الهيبرين فري دايلسز العام بقى سي ار ار تي، يفضل ان انا استخدم بري دايليوشن ميثود اوف سي ار ار تي، لان بري دايليوشن ميثود بيخش ريبليسمنت فلويد قبل الفلتر بيعمل دايليوشن للبلاد، فبالتالي بيقلل فرصة الكواجيليشن في الدايلايزر. وتفضل ان البلاد فلو بتاعتي تبقى 200 مللي بير مينت اور هاير عشان برضو اقلل فرصة الكلوتنج. طيب نمرة اربعة في الهيبرين ريليتد، في حاجة اسمها ريجنال انتي كواجيليشن ويز بروتامين سلفيت. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الدم اللي طالع من العيان بيدو هيبرين دوز بكمية كبيرة جدا عشان يمنع الكلوتنج في اللاين بتاعي. طب كمية الهيبرين الكبيرة جدا دي هترجع للعيان ودي مشكلة، فقبل ما الدم يرجع للعيان بيدخلوا له للدم بروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت ده انتي دوت للهيبرين، فيقفل الهيبرين خالص ويرجع للبيشنت ان اكتف هيبرين كانه مش موجود. ولكن الحقيقه الطريقه دي اثبتت مع الوقت انها تكنيكالي ديفيكولت، وفي بعض العيان بيحصل ريباوند بليدنج ساعتين لاربع ساعات بعد نهايه الجلسه. ليه؟ ان البروتامين هيبرين كومبلكس اللي دخل العيان ساعات الريتيكولو اندوثيليال سيستم بيفصل الكومبلكس ده، يفصل البروتامين عن الهيبرين، فبالتالي الدوز اوف هيبرين فجاه هتعلى في جسم من العيان او في دم العيان تؤدي الى بليدنج. وانا ما اعتقدش ان في حد بيستخدمه لغايه دلوقتي كميثودولوجي، يعني نوت كومنلي يوزد. يعني اخر حاجه ريليتد للهيبرين هو الهيبرين فلتر كوتد فلترز. دي فلترز موجوده ولكن جربت فلترز فيها هيبرين هي نفسها، جربت وقارنت بحاجات كتير، يعني هنا مقارنينها بالستريت ما كانش فيه فرق اسف كان الكوتد ميمبرينز اسوشيتد ويز انكريز ذا انسيدنس اوف ميمبرين كلوتينج، ولغايه دلوقتي نوت ابروفد ان ات كان بي يوزد لوحدها از انتي كواجلانت ميثود. يعني حتى لو استخدمها استخدم معاها انتي كواجلانت تاني، طب يبقى ايه لازمتها؟ فبالتالي الافيكاسي بتاعتها نوت ابروفد تيل ناو لغايه ما نشوف هيطلع لها حاجه جديده ولا لا. ده بالنسبة للهيبرين ريليتد انتي كواجيليشنز. نيجي بقى للسيتريت ريليتد انتي كواجيليشن. الأول والأهم هو الريجنال سيتريت انتي كواجيليشن. الريجنال سيتريت انتي كواجيليشن فكرته مبنية على، لو رجعنا تاني ده الانترنسك والاكسترنسك باثوي بتاعي اللي هو فاكتورز بتعمل كلوتنج فاكتورز بيعملوا اكتيفيشن لبعض ان كاسكيد مانر. الكالسيوم از ان امبورتنت موليكيول ان ذا اكتيفيشن اوف ذيس باثوي، فبالتالي اف كالسيوم از بلوكت الكلوتنج باثوي ويل بي بلوكت، مش هيبقى شغال. الفكره كلها في السيتريت انتي كواجيليشن ان الدم بتاع العيان وهو طالع بيتعرض للسيتريت، السيتريت ويل كيليت فري ايونايزد كالسيوم، فبالتالي there will no be clotting in the filter نتيجه inactivation of the ionized calcium which is important for the clotting factors. ولكن خد بالك كده الكالسيوم في دم العيان هيقل، فـ it's important to infuse the patient with calcium. You have to replace patient with calcium عشان تعوض الكالسيوم اللي ضاع نتيجة الكيليشن with citrate. نقطة تانية مهمة جدا، الستريت اللي هيخش جسم العيان will be metabolized in the liver to bicarbonate. will be metabolized to bicarbonate. عشان كده it is important to know that citrate anticoagulation may cause alkalemia on long term basis. وعشان كده لازم تبقى اخد بالك ان dialysis solution اللي هتستخدمه البيكربونات ليفل بتاعه لازم يبقى قليل. ايه هي السايد افكتس بتاعت القصة دي بتاعت الستريت؟ نمرة واحد ممكن هايبوكالسيميا او هايبركالسيميا. هايبوكالسيميا لان انت ما عملتش ريبليسمنت كويس للعيان بالكالسيوم، او هايبركالسيميا لانك عملت ريبليسمنت زياده. هايبرناتريميا لان الستريت اللي بنستخدمه بيبقى في صوره هايبرتونيك صوديوم ستريت سوليوشن. واخيرا زي ما قلنا ميتابوليك الكالوزيس. طيب قارنوا الستريت بصراحه ريجنال ستريت برغم مشاكله الثلاثه الاساسيين، لا الافكت بتاعه على الكالسيوم وميتابوليك الكالوزيس والهايبرناتريميا قارنوه بالهيبرين، لقوا ان الريجنال انتي ستريت بيقلل بريدنج ريسك عن الهبر، ولقوه ان بيحافظ على السيركلر بيتنسي وبيقلل كلوتينج اكتر من الهبر، ولقوه بيقلل النيوتروفيل اند كومبلمنت اكتيفيشن، يعني هو كانتي كواجلانت المفروض ان هو احسن من الهبر. وده اللي خلى كديجو جايد لاينز تو ريكومند سيتريت انتي كواجيليشن از ذا فيرست انتي كواجيليشن ميثود لاي عيان هعمل له سي ار ار تي لو كان اكيوت كيدني انجري. لو كان العيان ده ما عندوش ريسك اوف بليدنج او كان العيان ده عنده ريسك اوف بليدنج. عشان كده الريجنال سيتريت انتي كواجيليشن از وايدلي يوزد فور سي ار ار تي اند بات نوت فور انترميتنت هيمودايلز. والسي ار ار تي غالبا اغلب العيان بتوع السي ار ار تي بتوعنا بيبقى عيان غالبا طبعا في سيتويشنز غير كده، بس غالبا هو اكيوت كيدني انجري
هيمودايناميكال يعني ستيبل، عنده انكريزد انتراكرينيال بريشر الى اخره، فبضطر استخدم له سي ار ار تي. فكرت الكرايتيريا بتاعت العيان ده نوت سيف فور هيبرين، فبالتالي ذا فيرست لاين تو بي ريكومندد هو الريجنال سيتريت انتي كواجيليشن. اولذو برضو ريجنال سيتريت انتي كواجيليشن مش كل السنترز عندها الاكسبيرينس بتاعته، يعني انا اعتقد عندي يعني عندنا احنا في المكان عندنا في السنتر عندنا ما بنستخدموش اصلا، واعتقد الاماكن اللي بتستخدمه في مثلا في المدينه بتاعتي في اسكندريه هو مكان او اتنين، ما اعرفش مثلا في الدول العربيه الاخرى القصه ماشيه ازاي الى اخره. ولكن طبعا if it is available to be used it is safest to be used on CRRT for acute kidney injury patients عن الهيبرين، لان طبعا العيان اللي اخدته ككرايتيريا، العيان اللي ليه كرايتيريا تو دايبي دايلايزد السي ار ار تي وهو اكيوت كيدني انجري، هي غالبا الكرايتيريا اللي بتخلي كونت الهيبرين تو بي كونترا انديكيتد في العيان ده. طيب في حاجه ثانيه اسمها سيترازيت. سيترازيت ده هو عباره عن بايكربونات دايلس سوليوشن في لو كونسنتريشن اوف سيتريت. الفكره كلها ببساطه ان سمول اماونت اوف سيتريك اسيد بستخدمها instead of acetic acid as acidifying agent في dialysis solution بتاعي. اما الاسيد والبيز يحصل لهم ميكس بيحصل كالاتي، يطلع في الاخر dialysis solution فيه كميه قليله من السيتريت. فالسيتريت بمنتهى البساطه هيعمل complex with calcium inhibit blood coagulation and prevent platelet activation locally at the dialyzer membrane surface. بقى نفس فكره regional citrate anticoagulation بس بدل ما انا هخليه systemic ومشيه في الدم كله اخليه ريجنال بس وديني الفلتر، وكميه الستريت اللي بتوصل عين بتبقى قليله. ولكن برضو نوت ابروفد قوي، والاولذوت از كوميرشلي افيلبل، لما لسه فيردر ستاديز نيدد تو ديلاينيت ذا رول اوف سيتريك اسيد بيز دايلزيز. طيب تعالى بقى نتكلم في الاذرز. اول حاجه الهيبارينويدز. الهيبارينويدز اللي هم الدانا بارينويد والفوندا بارينوكس. من اول هنا الاجزاء دي او الميسوز دي انا متكلم عليها اكتر تاني برضو في المحاضره اللي هي بتاعت الهيبرين اندوز ثرومبوسايتوبينيا اللي موجوده على النيفروتيوب، اللي زي ما هقول كمان شويه هم كان بي يوزد از انتي كواجلانس ودي انترميتنت هيموداليسيس اند سي ار ار تي، ولكن المين لاين اوف يوز بتاعهم غالبا بيبقى في الهيبرين اندوز ثرومبوسايتوبينيا، عشان انا هستخدمه مكان الهيبرين لان مش قادر استخدم ولا انفراكشنيتد هيبرين عين عنده هيت، ولا هعرف استخدم انفراكشنيتد هيبرين ولا لوموليكولار ويت هيبرين، والسيتريت مش افيلبل، فانا هجرب هيبرين فري دايلسيس. طب لو العيان ده اتجلط ما قداميش بقى غير الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، فانا بتكلم عنها باستفاضه اكتر في الهيبرين انديوز ثرومبوسايتوبينيا. ولكن نبتدي الهيبارينويدز دول انتي فاكتور 10 زي الدانا بارينويد والفوندا بارينوكس، كان بي يوزد از انتي كواجلانس في الجلسه بتاعتي، ليهم لودنج دوز قبل الجلسه. المونيتورنج بحتاج انتي فاكتور 10، المشكله فيهم ان ليهم برولونجد هاف لايف وممكن يعمل بليدنج عالي جدا في العيان. والجدير بالذكر ان الفوندا بارينوكس في كل الجايد لاينز الافيلبل زي مثلا شيست فيزيشنز جايد لاينز الى اخره هتلاقي كونترا انديكيتد في العيان الكرياتين كليرانس بتاعه اقل من 30، يعني المفروض يبقى كونترا انديكيتد في العيان اللي على دايلسيس. ولكن عندنا ستاديز كتير جدا زي الارتكل اللي انا حاطه ده استخدموا الفوندا بارينوكس بالدوز دي ونفعت مع العيان، بس خد بالك لازم المفروض تفولو اب بالفاكتور 10، وانت مش عندك انتي فاكتور 10 مونيتورنج يبقى انت لو استخدمته هتاخد ريسك عالي جدا فور بليدنج في العيان ده، لان التي هاف بتاعت الادويه دي عاليه جدا في العيانين. وزي ما قلت ذير يوز از برايمري مانجمنت اوف هيت، والتفاصيل عن الهيت والادويه انت استخدم سيستميك انتي كواجيليشن ولوكال انتي كواجيليشن بس في العيان بتاعي، تفاصيل اكتر في محاضره هيبرين يوز ثرومبوسايتوبين. بعد الهيبارينويدز في الدايركت ثرومبين انهبيتورز. الدايركت ثرومبين انهبيتورز من اسمهم هيشتغلوا على الثرومبين اللي هم الارجا تروبان والليبيرودين. الليبيرودين ده اللي هو ريكومبيدنت هيرودين، والبيفاليرودين برضو ليهم لودنج دوز مينتنس دوز ومونيتورنج تمام. وبرضو المين يوز بتاعهم هم في المانجمنت اوف هيت تمام. وانا في المحاضره اللي انا متكلم عنها في الهيت برضو متكلم فيهم بالتفصيل، ولكن برضه عشان نبقى المحاضره واضحه اكتر يعني لو هنتكلم ايه الادويه اللي منهم موجوده في مصر وافيلبل، في ادويه ممكن تتجاب من بره ماشي بس ايه الافيلبل في مصر وسهل ان انا اجيبه. مبدئيا الليبرودين ده خلاص شركه باير وقفته خالص 31 ماي 2012، هم قايلين نوت ريليتد تو سيفتي كونسيرنز بس الدواء ده مش موجود ريكومبيننت هيرودين. نزل مكانه دواء اسمه ثرومبكس، هو مكتوب عليه ان هو ريكومبيننت هيرودين
ار بي فاريانت هو نوع من انواع ريكومبنت بيريدين، يعني مش زي الاوريدين بالظبط، الليبيريدين بالظبط مش زي بالظبط، ده نوع من انواع، يعني موليكولر شيب بتاعه يختلف تماما. حتى هو موجود على مستوى العالم شركتين بس بينتجوه، واحده في مصر وتدي الاسيا ومش عارف ايه، وواحده في اوروبا مش عارف بتدي اوروبا برضو فين، ومفيش ستادس كفايه فور ذا يوز اوف ثرومبكس في عيانين الهيت بتوعي وعيانين الدياليسيس بتوعي. بالتالي هو الداتا اللي بتتاخد عشان استخدم ريكومبنت هيرودين دي من الداتا بتاعه الستادس بتاعه الليبريدين اللي هو اتوقف، حتى مفيش يعني الدوز بتاعته، ده البروشور بتاع الشركه نفسها، الدوز بتاعته مكتوبه دي اللي هي بستخدمه في الهيت، برضو المينيوز بتاعه بيبقى في الهيت في عيانين الهيموداليسيس هي نفس الدوز بتاعه الليبريدين، تمام؟ مفيش ستادس افيلبل على الموليكيول، على الموليكيول ده بعينه فور مانجمنت اوف هيت، تمام؟ هل ممكن استخدم الثرومبكسس انتي كاجنت عادي؟ اه، بس برضو غالبا ما حدش بيستخدمه او ما حدش بيحتاجه غير في عيانين الهيت ده زي بقيه الايه الانتي ثرومبين فاكتورز. واخيرا في حاجه اسمها بليتليت انهبيتنج ايجنتس، البروستاجلاندين اي 2 والبروستاسايكلين والدريفتز بتاعته، يعني الرابط بتمنع بليتليت اجريجيشن اند ادهيجن، لكن الحقيقه الريسك اوف هايبوتنشن از هاي. نزل حاجه جديده اسمها النفخ موستات، ده برضو بليتليت انهبيتنج ايجنت، الفكره فيه ان هو ما بيعملش هايبوتنشن بس بيعمل سايد افكتس ثانيه زي انافيلاكسيس اجرانيوسايتوز اند هايبركاليميا، ولكن بصفه عامه ذير ار اونلي ليميتد كلينيكال اكسبيرينس مع الحاجات دي، والسيفتي والافكتس بتاعتهم نوت نون تول ناو. واخيرا نعمل تجميع سريع، امتى استخدم انهي ميثود امتى؟ مبدئيا بفكر حضراتكم تاني patients with risk of bleeding، pericarditis recent surgery coagulopathy thrombocytopenia hemorrhage active bleeding. نمسك كده ميثود من اللي قلناها واقول هل ممكن استخدمها intermittent hemodialysis ولا CRRT، واستخدمها لو كان البليدنج ريسك بتاع العيان ايه. اول حاجه الروتين انفراكشنيتد هيبرين كونستانت انفيوجن، دي اللي كنت بستخدم فيها هاي دوز بولس في البدايه ومع كونستانت انفيوجن، كان بي يوزد فور بوث انترميتنت هيموداليسيس اند سي ار ار تي بشرط ان العيان ما يكونش عنده ريسك اوف بليدنج. روتين انفراكشنيتد هيبرين فولود باي ريبيتد بولسز، او ما استخدمش اي بولسز ثانيه غير البدايه بتاعتي، دي تنفع انترميتنت هيموداليسيس ما تنفعش سي ار ار تي بشرط ان العيان ما يكونش عنده ريسك اوف بليدنج. تايت مينيمم دوز هيبرين اتفقنا مع بعض دي بستخدمها لو العيان عنده سلايت ريسك او بليدنج، بشرط ان انا جربت طريقه ثانيه زي الهيبرين فري ميثود وفشلت، ممكن استخدمها فور انترميتنت هيمودياليسيس اند سي ار ار تي. لو موليكيولار ويت هيبرين كان بي يوز فور انترميتنت هيمودياليسيس، ذير از ان ايفيدنس سلايت ايفيدنس فور اتس يوز ان سي ار ار تي بس از نوت وايدلي يوزد اند ليميتد اكسبيرينس اند از نوت ريكومندد تو بي يوزد، برضه الشرط بتاع البليدنج ريسك بتاع العيان يبقى نو ريسك. Heparin free dialysis can be used for both intermittent hemodialysis and CRRT. Whatever the bleeding risk of the patient, slight, moderate or high, it is safe. Regional anticoagulation with glutamine sulfate. I am not thinking that it is common used now. ما حدش بيستخدمها خالص دلوقتي على ما اعتقد. I don't think that it is used now. Heparin coated filter برضو مش من الحاجات اللي مستخدمة قوي دلوقتي اكثرها في الاكسبيرمنتس. Regional citrate anticoagulation is used for CRRT. Whatever the bleeding risk of the patient, it is safe. قلنا كده guidelines recommending it as a first line for anticoagulation CRRT patients with acute kidney injury. Cetirizine is not widely used till now. Heparinoids can be used for both intermittent hemodialysis and CRRT, especially if patient develop HIT. دايركت ثرومبين انهبيتورز نفس الكلام، استخدموا انترميتنت هيمودياليسيس وسي ار تي لو العيان عنده هيت. واخيرا بليتليت انهبيتنج ايجنتس تيز نوت يوزد تيل ناو، ات از اونلي ات اكسبيرمنتال بيشنز. اتمنى كده ان الدنيا تبقى واضحه وملمومه بكل ميثودز اوف انتي كاجريشنز الافيلبل. ده طبعا الويب سايت كلنا عارفينه nephrotubecne.com، عليه محاضره الهيت تمام، وعليه المحاضره دي وعليها محاضرات ثانيه ان شاء الله تبقى. شكرا.